فكان حسن نصر الله بصراخ على أسلوبه ويقسم يقول والله لنذبحنكم على أسرتكم. زين، هذا قبيل الانسحاب بأسبوع 10 أيام يهدد أنه بس نوصل لكم أنتم أيها العملاء جيش لبنان الجنوبي كذا لنذبحنكم على أسرتكم. فالوثائقية هذه تأتي وتقابل ناطق باسم حزب الله طبعا بعد الانتصار، بعد سنوات من الانتصار بعد التحرير، فقال إلى الآن أتذكر نص كلامه هذا، قال أنه السيد حسن قال هذا الكلام للحرب النفسية وإلا ما كان واقع، ما كنا راح ننفذ أبدا، يعني ما كنا راح نذبح أحد من هؤلاء، نعتقلهم إيه نحاكمهم نقدمهم للمحاكمة صحيح، بس أنه بس هو أراد أن يرعبهم نفسيا حتى الكل ينسحب، حتى يضعف القوى، يضعف القوى الشخصية. طيب هو أقسم قسما يعني يمين شرعي وفيه كذب، يعني بالنتيجة فيه كذب. هسه أدري شنو راح يقولون، الحرب خدعة وما أدري شنو. إحنا شطار لما نريد، شوف لما نريد إحنا أنه نبرر لأنفسنا المعاصي إحنا شطار جدا جدا، شطار وأذكياء، وخاصة المعممين ما شاء الله شياطين تدب على الأرض، إذا كان فيه مصلحتهم، يعني ما شاء الله شياطين تدب على الأرض، ما شاء الله شياطين تدب على الأرض، ما شاء الله شياطين تدب على الأرض. إذا كان يريد يحلل لنفس ما تشاء، كل ما يخطر على بالك الله أكبر، أشياء اللي أخجل أن أذكرها يعني، بس معروفة في أوساط المعممين معروفة، يعني أشياء إذا يريد أن يحلل لنفسه شيئا يختلق له 1000 عذر وعذر، 1000 حكم ثانوي وعنوان ثانوي وإلى ما هنالك، و1000 استثناء واضطرار وأهم ومهم وما أدري لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ونفى عنكم العسرة والحرج، ويجيب لك قواعد ويفلسف لك وإلى آخره إلى أن يوقعك في المعصية ويوقع نفسه فيها.